السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الروم، ومعاكم عمر سليم. طيب، إيه هو الروم؟ هو أي مكان مغلق، ده حسب تعريف الريفت. طيب، أقول له أركتكتشر وأقول له إن أنا عايز أعمل روم، فبيديني الأدوات ديت. تاج أون بليسمنت لما بعلم عليها، فأول ما بحط روم بيبدأ يكتب لي التاج بتاعها واسمها ورقمها وهكذا. لو شلت علامة هيبدأ يعرف إن دي روم بس مش مديني التاج، لازم أقول له مرة تانية حط لي التاج. هلايت باوندري بيبدأ يشوف الحدود بتاعة الروم ويبدأ يوريها لي. طيب، لما أجي أحط الروم هنا 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 هو مش شايف حاجة خالص، لازم تكون مغلقة. طيب، مغلقة بإيه بقى؟ لازم يكون العناصر تكون باوندري. يعني إيه؟ يعني خلينا نعمل وول أهيت، وبلاقي ان في خاصية اسمها روم باوندينج. لو انا عملت كده تمام، طيب في حتة هنا مش ظاهرة، دي هتلاقي الكروب فيو. طيب، هقول له بقى ان انا عايز احط روم، هيقبل الروم بدون مشاكل خالص. طيب، لو انا عملت سيلكت على ديت ورحت هنا وشلت العلامة من روم باوندري وقلت له حط روم، هي نفسه مش معترف بيها. طيب، لو انا عرفت الروم اهيت وحطيتها، وجيت بعد كده على ديت وشلت الروم باوندينج، هيقول لي خلاص الروم دي مع السلامة، مبقاش فيه روم خالص. ليه؟ لأن مبقاش فيه حدود للغرفة. طيب، لو في عمود، لو الحيطة دي فيه هنا عمود، حتى العمود بيبقى فيه خاصية اسمها روم باوندينج. لو الخاصية دي متفعلة خلاص بيبقى عارف إن دي العمود دوت جزء من الحدود بتاعت الغرفة. كولوم اركتكتشر بيقول لي مفيش كولوم، فأقول له هات لي كولوم، بقول له مثلا ديت. بفرض إن أنا حاطط العمود هنا والحيطة واقفة هنا والحيطة التانية واقفة هنا. الروم ما تأثرتش. ليه؟ لأن دي كلها حدود. لو أنا قلت له روم وقلت له روم باوندينج، هلاقي إن في الحدود أهي. تحصل مشكلة إمتى؟ لو العمود ده مش باوندينج. باوندينج معناها إن هو حدود، وفي نفس الوقت برضه هيطرح من الغرفة، يعني هيجي الجزء ده يطرحه من الغرفة. فهقول له لأ، متبقاش روم باوندينج، خلاص يبقى كده مفيش غرفة. ليه؟ لأن في حتة هنا في أوبنينج. طيب، خلينا نيجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل روم، وعندي حاجه اسمها بليس روم اوتوماتيكلي، ارمي كل الغرف اوتوماتيك. دول كام غرفه يبدا احطهم، حتى لو مساحه صغيره، حتى مثلا لو الجزء ده قفل معايا خلاص يبقى روم مقفول. طيب، بيقول لي الابر ليميتد، انت دلوقتي هتاخد الارضيه بتاعتك من الليفل 1، الارتفاع بتاعك هتاخده منين؟ تمام، ممكن ليفل 1 4 متر، يبقى كده ارتفاع الغرفة 4 متر. أو أقول له لحد الروف، أو أقول له لحد الليفل 2 زي ما أنت عايز. يعني لو قلت له ليفل 2 هيبقى من ليفل 1 ليفل 2. طيب، دي خاصة بالتيك اورزنتال ولا لأ؟ الروم نيم. طيب، أقول له بليس أروم أوتوماتيكلي، فبدأ حط لي الروم هما بالشكل ده. طيب، ممكن بقى تيجي بقى على كل غرفة فيهم تعمل سيلكت وتقول له ده هنا الغرفة دي اسمها مثلا كيتش. تمام. طيب، هبدأ اجي هنا على الروم تاج، هو بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي الروم نمبر مثلا، خليه ديفولت. طيب، ممكن اقول له اظهر لي الاريا، ظهرت الاريا. طب، اظهر لي الفوليوم. الاتنين ظهروا فوق بعض، هو شايف ان ما ينفعش الاتنين ظهروا مع بعض، لازم واحدة بس، هتحتاج معلومة واحدة فيه. طيب، لو أنا عايز أظهر الاتنين مع بعض وهيظهر بالأرقام دي مش تبقى مفهومة، فأقول له Edit Family وأبدأ أعلم على واحدة فيهم وأبدأ أنزلها بالشكل ده، بحيث الأريا والفوليوم ما يتدخلوش مع بعض. الفوليوم تعمل سيلكت هنا على الليبل، تبدأ تفهم هو عايز يقرا أنهي قيمة. أقول له Load into Project and Close، هنا بيحمل في المشروع وما بيقفلش الملف. هنا لود انت بروجكت ويقفل الملف. هنا بيسألني عايز تسيف الملف ده الفاميلي دي في ملف خارجي ولا لا،
فبقول له لا، لو انت عايز تسافر في مصر خارجي قول له يس، وتبقى عندك نسخة تانية. اصبح الحاجات بالشكل ده. طيب في بعض الاوقات الفوليوم بيطلع معايا ان هو مش كالكوليت، فاجي هنا اركتكشر واجي هنا في واقول له اريا اند فوليوم كومبيوتيشنز، فابدا اقول له ان انا عايز احسب اريا بس، بناء عليها يقول الفوليوم مش محسوبة، فتقدر تدخل على ديت وتقول له انا مش عايز في الفوليوم. ليه؟ لساعة الفوليوم ما بيبقاش مهمة في الحساب بتاعتنا، لو احتاجناها بنزرع. طيب ممكن اقول له انت هتبدأ تحسب الروم اريا من الوول فينيش او من الوول سنتر او من الوول كور لير وهكذا. طيب ممكن اقول له في في واقول له ان انا عايز اشوف الروم، هتلاقي بتعلم عليه صح علامة ديت، وتلاقي color fill و reference. تمام، ممكن تقول له color fill interior fill reference. طيب لو دخلنا في ليفل 2 هتلاقي ظهرت معاك بالشكل دوت. بص كده على ال underlay، لو ليفل 1 هيبدأ ياخد الاثنين مع بعض. طب هنا طيب اقول له برضه روم واقول له بليس روم اوتوماتيك، فبدأ يحط لي 10 غرف. طيب عندي حاجة هنا اسمها الكرر في الليجند، خلينا نلغيهم، نعمل سيلكت على كله عشان نعملها احنا من الأول. الكرر في الليجند مش عايزها، طيب عايز أبدأ أشوف بقى موضوع الألوان ديت، هروح هنا لأنوتيت وأقول له كرر في الليجند وأبدأ أحطها هنا. تمام، أعمل سيلكت وأقول له إيديت، اقول له ان انا عايز الروم بالنيم، الروم بالنيم. طيب لو انا عايزها بال ديبارتمنت، تمام جاي فاضي خالص. ليه؟ لان مفيش ديبارتمنت، يبقى انا لازم اعلم على الروم. لو انت عايز تعمل سيلكت اعلم بتاب واقول له فين الديبارتمنت اهي، اقول له دي مثلا. على فكرة هو بيكتب عربي كويس جدا، العربي ما بيعملش مشاكل مع عربي. ممكن تقول له مثلا دي غرفة الراحة مثلا أو ريسبشن. فيبدأ يقول لك دي ريسبشن، يبدأ بقى يشوف كل غرفة المفروض تتحط فيها ايه، يعني دي مثلا كيتشن. ممكن تقول له دي مثلا دي ليه؟ لأن ساعات بيبقى فيه غرف كتيرة بيقولوا لهم نفس التصنيف، فبقول له إيه حط لي مثلا الويت اريا باسم الحاجات مثلا بتاعت الضيف، باسم الحاجات بتاعت الإدارة باسم وهكذا. طيب ممكن نيجي هنا ونقول له edit scheme وأقول له مثلا أنا عايزها بالاريا، فيبدأ يشوف كل اريا تاخد لون بالشكل ده. تمام، ممكن أقول له أنا عايز أخليها بالفاليو أو بالرينج، الرينج يبقى من كذا لكذا ياخد كذا. فممكن تيجي هنا وتقول له ايه يبقى كده من 0 ل 20 تاخد كذا، من 20 ل 40 تاخد كذا، اكتر من 40 تاخد كذا. طيب لو انا عملت سيلكت كده على الاعداد بتاعت الجرافيك ديسبلاي، لا بتاعت الكرر سكيم اهيت، تقدر تدخل عليها من هنا وتقدر تختار بقى حاجات. ممكن تقول له انا عايز اعمل واحدة جديدة مثلا بالفينش مثلا، كده انا هلون من خلال معلومة الفينش. فتيجي هنا تختار بقى سيلينج فينش، الفلور فينش. طيب ايه الفلور فينش بقى مثلا؟ نعم، لو عملت سيلكت على اي روب بالشكل دوت هتلاقي عندك خصائص اهي، الوول فينش الفلور فينش، فتقدر تديها مثلا اي خاصية، فيبدأ هو يبدأ يلوى بيها. طيب هنا لو انت عايز تلوى بالباي والضغطات، هنا قرار سكيم. طيب لو عملت سيلكت هنا وقلت له ايه، طيب هتلاقي في هنا خصائص زي مثلا الويت تحدي ايه، السويتش تحدي ايه، الفاليو
ممكن تقول له قول معناها ايه، هيبدأ يعرض لي الحاجات حتى اللي في الايجار اللي فوق. يعني هنا مثلا لو احنا سميناهم بالنيم قلت له ابلاي اوكي تمام، تفرق بقى ان انا اقول له اظهر لي اول واوت، اظهر لي باي فيو، فيبدأ يجيب لي الفيو ده بس. الباك جراوند بتاعت ديت يعني لو دي محطوطة وراها كلام، هل هيكون فيها شفية ولا من غير شفية، واللون بتاعها عايزه ايه، وده بقى التكست نفسه. التكست نفسه ممكن تخفيه، تقول له لا انا مش عايز اشوف الليجند اللي فوق تمام. انا خليناه باي فيو، طب لو خليناه اول هيبدأ يلقط لك الاسامي اللي فوق. ده التكست وده التايتل تكست، تقدر تتحكم فيه الكتابة وتخليها كبيرة أو صغيرة. طيب خلينا نعمل سكادوال للروم. هاجي هنا وأقول له سكادوال، وأقول له نيو سكادوال، وأقول له روم. الفيسز هتختار الفيسز اللي فيها الشغل. أبدأ بقى أشوف إيه العناصر اللي أنا محتاجها في الروم. تمام الفينش مثلا هحطهم مع بعض. نعمل نمبر مع بعض. ظهر معايا بالشكل ده. تقدر بقى تبدأ تكتب انت المعلومات اللي انت بتضيفها. طيب انا عايز اضيف برامتر واسميه الاريا، اريا بيرسنت. بقول له انا عايزها نسبة من الاريا من الجراند توتال. اوكي فجاب لي نسبة الاريا للاريا اللي كلها. طيب انا عايز اخليهم جنب بعض، هقول له هات لي ديت طلعها لي فوق جنب الاريا. يبقى انا كده عندي الاريا ونسبتها كام. طيب انا عايز اخد مجموعة الاريا، هاجي هنا واقول له انا عايز الاريا، واقول له احسب لي الكالكوليت توتال بتاعي. تمام خليني اظهر هنا في الجراند توتال، فيبدا يجيب لي مجموع الاريا كام. تمام التسعة ديت 27 على 15 جاب لي 9%.